مؤخراً حفل افتتاح مهرجان كام السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في دورته الرابعة، وذلك بحضور عدد من الفنانين. وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور رئيس شرف المهرجان الفنان محمود أبيل ومؤسس المهرجان المخرج علاء نصر وضيفة شرف المهرجان المخرجة إنعام محمد علي ومسعد هودة. وقام رئيس المهرجان خلال الحفل بتكريم المخرجة إنعام محمد علي. أنا اللي استدت قيمة وقامة لما رئست هذا المهرجان الحقيقة، ويشرفني أن أنا أكون رئيس شرف هذا المهرجان، وأن أنا أعمل مع هذه المجموعة من الفنانين المخلصين اللي بيحبوا مصر، اللي عاوزين يعملوا حاجة من أجل مصر برغم كل العقبات اللي هي بتقابلهم. فالحمد لله نجحهم وأقمنا المهرجان. مهرجان كام يريد يبقى مهموم أو يبقى مختص بالأفلام القصيرة والأفلام التسجيلية، لأني شايفة أن إحنا إنتاجنا فقير من في هذا المجال، رغم أنه مجال حيوي ويساهم في بناء بلدنا. يعني إحنا لو كنا كلنا بنصبوا لمصر جديدة، فممكن الفيلم القصير والفيلم التسجيلي والفيلم التنموي يبقى له دور إيجابي في المجال ده، وشغل عدد كبير جدا من الشباب. المهرجان يعني عجبني الفكرة تبعه انه مركز على الافلام القصيرة، وعندنا في السعودية كمية كبيرة من الافلام القصيرة. يعني السنة الجاية اعتقد انه حنكون منافسين كبير في الموضوع هذا. احنا السنة ما ارسلنا شيء، لكن السنة القادمة حيكون عندنا اشياء كبيرة مرسينها عن طريق الجمعية، لانه عندنا في المنطقة الشرقية عندنا انتاج كبير في الافلام. في الاحساء بالذات سنويا ينتج حوالي 100 فيلم قصير. النهارده هي الدورة الرابعة، وأنا اخترت لها عنوانهم حاطين حورس الرؤى، إنما هو عنوان الإرادة. عندما يكون الإنسان لديه إرادة أن يستنفر في صنع شيء بالضرورة هيتحقق، وهذا ما حدث بالنسبة للمهرجان. النهاردة أنا وسط ضيوف العرب، يعني اللي بشكرهم لأن إرادتهم أنهم يجوا يتكبدوا مشاق السفر ويجوا النهاردة علشان مهرجان كام يدعموه. احنا كمان في نقابة المهن السينمائية، وبقول لكل الفنانين يجب ان ندعم مثل هذه المهرجانات، لان المهرجانات دي دلالة قوية على انها رسالة لكل العالم. بنقول لهم ان مصر بتعود وبتعود ريادتها. مهرجان كامل للأفلام الروائية والقصيرة، احنا طبعا يعني اكيد عندنا مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الاعلام العربي او مونديال الاعلام العربي، لكن كون تعمل مهرجان كامل للأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، ده حاجة بجد إضافة لينا، ان احنا بنبص للشباب المطحون، الشباب اللي عايز يعمل حاجة، الشباب اللي نفسه يطلع سواء مؤلف او ممثل او مخرج، فبنشوفه في مهرجان زي ده بيعمل حالة تقلب بيننا وبين كل الدول العربية. عندنا ضيوف طبعا من عمان وضيوف من كل الدول العربية اللي مشرفينا في المهرجان النهاردة، عايزين نقول ان هو دي مصر، هي دي مصر اللي دايما بتلم الناس كلها حواليها للإبداع للفن. سعيد جدا بالتكريم ده، وانا بفرح بكل تكريم بيجيلي معلوش ختم النسر من منظمات المجتمع المدني. ومن الطبيعي طبعا انا بناصر هذه المهرجانات وبناصر المهرجانات اللي بتحتفي بالشباب، وعجباني فكره ان مهرجان يتسمى باسم كام، اللي هو كام يعني نص كاميرا. اشتغل هنعمل الافلام بنص كاميرا وبربع كاميرا كمان، وده حاجة جميلة، مناسبة جميلة جدا، وأنا سعيد بيها قوي، وسعيد بأن الشباب في مصر بيعملوا أفلامهم بكل الأشكال وبكل الوسائل، ويوما ما دولا يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. أنا شايف أنهم مقربوا يبقى كل الحاضر وكل المستقبل أيضا. إحنا بحاجة في منطقة المنطقة العربية إلى مهرجانات متخصصة، وهذا مهرجان متخصص للأفلام القصيرة. وأعتقد أنه من المهم جدا أنه نوقف كلنا خلف هذا المهرجان، لأنه يعني هو في الآونة الأخيرة خاصة بعد تراجع الإنتاج السينمائي العربي في الأفلام الروائية الطويلة وظهور الأفلام القصيرة والأفلام التسجيلية، بات من الضرورة أنه هذه مثل هذه المهرجانات أن تلقى يعني قبولا، وان يكون مكانا يعني حيث يعبر جميع الفنانين وجميع المخرجين والشباب والهواة يعني عن ما
يعني يدور في خواطرهم من أعمال. مهرجان كام بيرحب بكل ضيوفه من العرب ومن الدول الأوروبية بمشاركة 21 دورة دولة هذا العام، وبنهدي الدورة إلى القوات المسلحة. وضيف شرف المهرجان جمهورية الصين الشعبية، والدورة السنة دي باسم المخرج الراحل سعيد مرزوق. عاوز أقول أني أنا برحب بكل الضيوف وبالثلاث ندوات اللي موجودين معانا السنة دي، ندوة الإنتاج المشترك بين مصر والدول العربية، وضيفها المنتج السعودي محمد الغمدي ونظيره من المنتجين في مصر. وعاوز أقول أن السنة دي الدورة الحمد لله دورة مليئة بالمفاجآت ومليئة بالحاجات الكويسة، وإن شاء الله نلقاكم في الدورة الخامسة 2015.